بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الخامس، منفعة القراءة. جلس رشيد ذات ليلة بالقرب من المصباح. جلس فعل ماض، رشيد فاعل، ذات ظرف زمان مضاف، ليلة مضاف إليه. ب حرف جد بمعنى في. القرب اسم مجرور، والجار والمجرور متعلقان بالفعل جلس. من المصباح جار ومجرور متعلق بالقرب. وأخذ يستعد لدروسه. وحرف عطف أخذ فعل ماض من أفعال الشروع، يعمل عمل كان، واسمها ضمير مستتر تقديره هو في محل رفع. يستعد فعل وفاعل، والجملة الفعلية يستعد في محل نصب خبر أخذ. لدروس جار ومجرور متعلق بالفعل يستعد، دروس مضاف هي مضاف إليه. وكان لا يحب القراءة ولا يميل إليها. وحرف عطف كان فعل ماض ناقص، واسمها ضمير مستتر تقديره هو في محل رفع. لا نافية، يحب فعل مضارع وفعله ضمير مستتر تقديره هو. وجملة يحب في محل نصب خبر كان. القراءة مفعول به. وحرف عطف لا نافية، يميل فعل وفاعل إليها، جار ومجرور متعلق بالفعل يميل. ولكنه فعل ذلك خوفا من الجزاء. وحرف عطف لكن حرف مشبه بالفعل يفيد الاستدراك. والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسمه لكن. فعل فعل وفاعل، وجملة فعل في محل رفع خبر لكن. ذلك اسم إشارة مفعول به، خوفا مفعول لأجله. من الجزاء جار ومجرور متعلق بخوفا. وبعد أن درس قليلا طوى الكتاب وسأل أمه قائلا: لماذا يتعلمون الناس القراءة وما المنفعة منها؟ وحرف عطف بعد ظرف زمان متعلق بالفعل طوى. أن مخففة من أن. حرف مشبه بالفعل، واسمها ضمير الشان محذوف في محل نصب. درس فعل وفاعل، وجملة درس في محل رفع خبر أن. والتقدير وبعد أنه درس. والمصدر المؤول من أن، واسمها وخبرها في محل جر مضاف إليه. قليلا نائب ظرف زمان، والتقدير وقتا قليلا. طوى فعل وفاعل، الكتاب مفعول به. وحرف عطف سأل فعل وفاعل، أم مفعول به مضاف هو مضاف إليه. قائلا حال من الفاعل في سأل. لي حرف جر ما اسم استفهام مجرور، والجار والمجرور متعلق بالفعل يتعلم، ذا زائدة يتعلم، فعل الناس فاعل. القراءة مفعول به. وحرف عطف ما اسم استفهام مبتدأ، المنفعة خبر المبتدأ. أو تقول ما اسم استفهام خبر مقدم، المنفعة مبتدأ مؤخر. منها جار ومجرور متعلق بنعت محذوف، وهو نعت للمنفعة. والتقدير وما المنفعة الكائنة منها. وجملة لماذا يتعلمون الناس القراءة وما المنفعة منها في محل نصب مقول القول. فقالت له أمه: لا بد من القراءة يا ابني، ومنافعها كثيرة لا يعرفها الآن. فحرف عطف قالت فعل ماض، له جار ومجرور متعلق بقالت. أم فاعل قالت، أم مضاف هو مضاف إليه. لا حرف لنفي الجنس مبني على السكون لا محل له من الإعراب. بد اسم لا مبني على الفتح في محل نصب. وخبر لا محذوف تقديره موجود. من القراءة جار ومجرور متعلق ببد. يا حرف نداء ابني منادى مضاف، وياء المتكلم مضاف إليه. وحرف عطف منافع مبتدأ مضاف، ها مضاف إليه. كثيرة خبر. لا نافية، تعرف فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. وجملة تعرف في محل رفع نعت لكثيرة. ها ضمير متصل مفعول به، الآن ظرف زمان بتعرف. قال يا أمي خليني في البيت، فإني لست أحب المدرسة ولا القراءة.
قال فعل وفاعل وجملة يا أمي خليني في البيت فإني لست أحب المدرسة ولا القراءة في محل نصب مقول القول يا حرف نداء أمي منادى مضاف وياء المتكلم مضاف إليه خلي فعل أمر وياء المخاطبة فاعل والنون نون الوقاية يقي الفعل من الكسرة وياء المتكلم مفعول به في البيت جار ومجرور متعلق بالفعل خلي ف حرف التعليل إن حرف مشبه بالفعل والياء اسم إن في محل نصب لست فعل ماض ناقص والتاء اسم لست ولست في محل رفع خبر إن أحب فعل وفاعل وجملة أحب خبر لست المدرسة مفعول به وحرف عطف لا زائدة لتأكيد معنى النفي القراءة معطوف على المدرسة وإذا بقيت هنا أقضي لك أشغالك ولا أعصيك أبدا وحرف عطف إذا اسم شرط مضاف ظرف زمان وهو متعلق بأقضي بقيت فعل والتاء فاعل وجملة بقيت في محل جر مضاف إليه هنا اسم إشارة ظرف مكان ببقيت أقضي فعل وفاعل لك جار ومجرور متعلقان بالفعل أقضي أشغال مفعول به مضاف والكاف مضاف إليه وحرف عطف لا نافية أعصي فعل وفاعل والكاف مفعول به أبدا ظرف زمان فقالت يا ابني اسمع مني حكاية الصبي الذي لم يعرف القراءة وماذا حدث له فحرف عطف قالت فعل وفاعل وجملة يا ابني اسمع مني حكاية الصبي الذي لم يعرف القراءة وماذا حدث له في محل نصب مقول القول يا حرف نداء ابني منادى مضاف وياء المتكلم مضاف إليه اسمع فعل وفاعل مني جار ومجرور متعلق بالفعل اسمع حكاية مفعول به مضاف الصبي مضاف إليه الذي اسم مفصول في محل جر نعت للصبي لم حرف جزم يعرف فعل وفاعل وجملة يعرف صلة الموصول القراءة مفعول به وحرف عطف ما اسم استفهام مبتدأ ذا اسم مفصول في محل رفع خبر المبتدأ حدث فعل وفاعل وجملة حدث صلة الموصول له جار ومجرور متعلق بحدث وجملة ماذا حدث له معطوف على حكاية الصبي وهي مفعول به أيضا كان ولد سائرا في الطريق كان فعل ماض ناقص ولد اسم كان سائرا خبر كان في الطريق جار ومجرور متعلق بسائرا فوصل إلى نهر عليه جسر من خشب فحرف عطف وصل فعل وفاعل إلى نهر جار ومجرور متعلق بوصل عليه جار ومجرور متعلق في كائن تقدير وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل رفع خبر مقدم جسر مبتدأ مؤخر من خشب جار ومجرور متعلق بنعت محذوف وهو نعت لجسر التقدير عليه جسر كائن من خشب وجملة عليه جسر من خشب في محل جر نعت لنهر ورأى أمام الجسر لوحا معلقا مكتوبا عليه لا تعبر على هذا الجسر فيه خطر وحرف عطف رأى فعل وفاعل أمام ظرف مكان مضاف الجسر مضاف إليه وشبه الجملة متعلق برأى لوحا مفعول به معلقا نعت أول مكتوبا نعت ثاني عليه جار ومجرور متعلق بمكتوبا وجملة لا تعبر على هذا الجسر فيه خطر في محل رفع نائب فاعل لمكتوبا لا ناهية تعبر فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت على هذا جار ومجرور متعلق بالفعل تعبر فيه جار ومجرور متعلق في كائن تقديرا وشبه الجملة في محل رفع خبر مقدم خطر مبتدأ مؤخر والجملة من الخبر المقدم والمبتدأ المؤخر في محل جر نعت للجسر فلما قرأ الولد الكلام المكتوب لم يعبر على الجسر بل سار إلى جسر آخر وعبر عليه وبلغ المكان المقصود سالما فحرف عطف لم ظرف زمان مضاف يتضمن معنى الشرط
وهو متعلق ب يعبر. قرع فعل وجملة قرع في محل جر مضاف إليه. الولد فاعل قرأ. الكلام مفعول به. المكتوب نعت. لم حرف جزم. يعبر فعل وفاعل. على الجسر جار ومجرور متعلق بالفعل يعبر. بل حرف عطف. سار فعل وفاعل. إلى جسر جار ومجرور متعلق بالفعل سار. آخر نعت لجسر مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف والمانع له وزن الفعل والوصف. وحرف عطف عبر فعل وفاعل. عليه جار ومجرور متعلق بالفعل عبر. وحرف عطف بلغ فعل وفاعل. المكان ظرف مكان منصوب على أنه مفعول فيه. المقصود نعت. سالما حال من الفاعل في بلغ. وبعد ذلك جاء غلام آخر لا يعرف القراءة. وحرف عطف بعد ظرف زمان مضاف. ذلك اسم إشارة في محل جر مضاف إليه. وشبه الجملة متعلق بالفعل جاء. جاء فعل غلام فاعل. آخر نعت أول لا نافية. يعرف فعل وفاعل. وجملة يعرف في محل رفع نعت ثاني. القراءة مفعول به. فرأى اللوح المعلق ومشى فيه. فحرف عطف رأى فعل وفاعل. اللوح مفعول به. المعلق نعت. وحرف عطف مشى فعل وفاعل. فيه جار ومجرور متعلق بالفعل مشى. ولما بلغ وسط الجسر انكسر تحت رجله لوح قديم فسقط في النهر وغرق في الماء. فحرف عطف لما ظرف زمان مضاف وهو متعلق بانكسر. بلغ فعل وفاعل. وجملة بلغ في محل جر مضاف إليه. وسط ظرف مكان مضاف الجسر مضاف إليه. وشبه جملة متعلق بالفعل بلغ. انكسر فعل ماض تحت ظرف مكان مضاف رجلي مضاف إليه. وشبه جملة متعلق بالفعل انكسر. رجلي مضاف والهاء ضمير متصل مضاف إليه. لوح فاعل كسر. قادم نعت. فحرف عطف سقط فعل وفاعل. في النهر جار ومجرور متعلق بالفعل سقط. وحرف عطف غرق فعل وفاعل. في الماء جار ومجرور متعلق بالفعل غرق. والله أعلم بالصواب.